قرار او توصيه، احنا نركز على بعض النقاط الهامه منهم، خاصه انت حابب تركز على نقطه اللجان اللي تولي مسؤوليتها بعض الافراد داخل اللجنه في الاتحاد. القرارات ال 13 في قرارات منهم محتاجين نبص عليها. كان في حاجه نعتقد ان هي غريبه شويه في تشكيل اللجان وتوزيع القرارات، يعني الاستاذ احمد عبد الله عضو اتحاد الكوره المعين واللي معروف بميوله وانتمائه لاحد الانديه تم تعيينه في ثلاث لجان، تم تكليفه بالاشراف على المنتخب الاولمبي ولجنه التفتيش على الاستادات والملاعب وكمان اعداد التصور الخاص ببطوله كاس الامم للشباب. ما عندناش مؤشر سلبي نتيجه ده، بس نقطه حبينا نلقي عليها الضوء. في المقابل كابتن محمد فضل وفقا للقرارات المعلنه موجود يا احمد في لجنه واحده فقط، ده بالمشاركه كمان مع الدكتور احمد عبد الله. والحقيقه الدكتور احمد عبد الله انا برضه هعقب على تعقيبك، مش فكره بس منتمي لنادي الزمالك، الدكتور احمد عبد الله برضه كان له بعض التجاوزات على برضه وسائل التواصل الاجتماعي، فنتمنى يعني تكون الامور ما فيش توجه لطرف على حساب طرف، لان احنا الموضوع ده بيهمنا جدا على عكس بعض الافراد التانيين. يعني احنا لما تم اقاله الكابتن سمير محمود عثمان وتم تعيين الكابتن جمال غندور على الرحب والسعه، نتمنى التوفيق لكابتن جمال الغندور وبنتمنى التوفيق لاي رئيس لجنه حكام، وهنشتغل تحت اي ظرف مع اي شخص مسؤول يتبع الحياديه في الامر، برغم ان مثلا كابتن جمال الغندور كان شغال في احد القنوات اللي هي خاصه بالانديه، ما شفناش اي تعقيب يا فارس من الاعلام على فكره ان هو شغال في قناه نادي. بالعكس لما الكابتن سمير محمود عثمان كان موجود في النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي الناس كلها اشتغلت على النقطه دي. في تباين واضح يا احمد اعلاميا وجماهيريا. اعلاميا في تباين واضح ان كان في ترويج لفكره ان النادي الاهلي غير سعيد بفكره رحيل استاذ ثروت سويلم والحاج عامر حسين، وطبعا على العكس جمهور النادي الاهلي كان موقفه واضح اللي هو بيدعم اي فكره من شانها ان هي تبقى بتزود فكرة المسابقة وبتخلينا بنشتغل بشكل احترافي تاني. على العكس بمجرد تغيير رئيس لجنة الحكام في ظروف سريعة رغم تعيين كابتن سمير من أيام قليلة جدا ما لحقش يشتغل ورغم التغيير اللي قد ان احنا نقول ان ده جه نتيجة الضغوط اللي حصلت عليه، احنا تقبلنا فكرة تعيين كابتن جمال الغندور بصدر رحب، كانش عندنا اي مشكلة. على الجانب الاخر الطرف الثاني بدأ يهاجم، والشخص اللي كان على رئاسة الاتحاد وكان زملكاوي من كام يوم بدأ يبقى مشكوك فيه. بمناسبة بقى التباين، قبل ما يكون في انتقاد لكابتن جمال غندور كان في ترحيب الاول للقرار وبعد كده توجهت الدفة بعد نبض. لا وعشان نوضح ده كان ترحيب إعلامي داخل المؤسسة الإعلامية اللي فجأة اتغير بمجرد ما تم الإعلان عن إن القرار ده غير مرحب بيه. بالظبط كده. برضو من ضمن القرارات تكوين لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية. الحقيقة إحنا بنتمنى كمان لجنة قيم تنضم مع لجنة انضباط عشان اي تجاوز او اي خروج على النص من عناصر اللعبه طبقا للفيفا يا فارس، لان احنا اتناقشنا في الموضوع ده ان بالزبط. في حكم مدني او حكم قضائي بيقول بيتم الاستناد اليه ان رؤساء الانديه مش جزء من عناصر اللعبه على عكس قوانين الفيفا اللي بتوقف رؤساء انديه وبيكون ليها مواقف واضحه وصريحه. لا وعندنا في مصر هنا في لجنه القيم والاستاذ محمد الطويل تعرض للايقاف، فنتمنى من الاستاذ عمرو الجنايني ان هو يدعم فكره الانضباط والقيم، ونتمنى نشوف او منتظرين نشوف تصرفه تجاه التجاوزات اللي هتمسه هو شخصيا، هل هيتجاوز ولا هيكون. احنا يا احمد كنا بنتكلم قبل الحلقه ان احنا مش عايزين تجاوز، مش عايزين تراشق، ولكن عايزين معايير واضحه نقدر نحاسب بيها، واللي ده لو حصل هيحط الكره المصريه في حته تانية خالص، لان هيكون عندنا ضابط محدد لكل الناس الاطار اللي بيتحركوا فيه عامل ازاي، ونتمنى واحنا بندعم اي قرار في مصلحه الكره المصريه زي ما قلنا. زي ما دعمنا الفار يا جماعه، والنادي الاهلي اول نادي طالب بتطبيق تقنيه الفار 3/9 يا احمد من سنه تقريبا ودلوقتي لما اللجنه المؤقته جت تصمم او تقرر خلاص اتباع تقنيه الفار لقيت عندنا اربع حكام فقط لا غير. لو كنا سمعنا كلام النادي الاهلي من سنه تقريبا كان زمان دلوقتي عندنا ال 20 حكم اللي يقدروا يغطوا مباريات الدوري يا فارس، وكان زمان عندنا دلوقتي نقدر نطبق من بدايه الموسم تقنيه الفار، لكن ده ما حصلش، وبيرجعوا يقولوا ان
النادي الاهلي هو اللي بيكسب بالحكام والنادي الاهلي هو اللي بيستبعد الحكام الاجانب والكلام ده كله. حاجات كتير يا احمد اتقالت، وكنا بنقول ان النادي الاهلي بيهدف فيها لمصلحه المسابقه، وكان الكلام ان لا نستنى النادي الاهلي ليه مصالح، وكل مره بيخرج القرار بياكد ان النادي الاهلي كان صح.